أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق. تواصل الحكومة محاولات وأد الثورة وإنهائها على الرغم من الوعود والتصريحات التي يؤكد فيها مسؤولون كبار بالحكومة اللانية لإنهاء هذه التظاهرات والاعتصامات بالقوة، بينما أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والمخطوفين تؤكد أن الحكومة مصرة على إنهاء التظاهرات بأي ثمن. نرحب بدءاً مشاهدينا بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بك. حياكم الله. أهلاً ومرحباً أستاذ نصير. حياك الله. إذن ونرحب أيضاً بضيفنا عبر اسكايب من مدينة مالمو السويدية الكاتب والمخرج العراقي علي ريسان، مرحبا بك أستاذ علي معنا. مرحبا بك، حياكم الله. حياك الله. وسنحاول أيضا الاتصال بساحة التحرير، ستكون معنا الناشطة المدنية ناهد أحمد إن استطعنا تأمين الاتصال بها إن شاء الله. نبدأ دكتور رافع من ما حصل، يعني الأنباء تحدثت عن سقوط 4 شهداء ونحو 60 جريحا بنيران القوات الحكومية بعد محاولة فاشلة لاقتحام ساحة التحرير بالقمع والقوة الحكومية. كيف تصف هذه المحاولة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني الرحمة لكل الشهداء والشفاء لكل الجرحى إن شاء الله، وندعو لهم أن يعني الباقين المتظاهرين المنتفضين يعني أن يشد أزرهم رب العالمين ويقويهم ويتمكنون إن شاء الله من تحقيق كل الأهداف اللي العراق كله يطلع إليها. هذه أولا. النقطة الثانية المهمة في هذه القضية أنه هذه الحكومة طوال هذه الفترة تؤكد أنها يعني مسالمة مع المتظاهرين، مؤمنة بالتظاهرات، غير ناوية أبدا اقتحام الساحات، وأكدها عادل عبد المهدي من أكبر رأس إلى أصغر رأس، كل القوى الأمنية والقوى الحزبية وقوى الحكومة هذه كلها تؤكد أنها غير ناوية ومن المستحيل أن تفكر باقتحام هذه الساحات، وقالوها أكثر من مرة. نعم. وقالوا أنه هذه الساحة، حتى الناطق هذا باسم القائد العام القائد المسلح. نعم. ما يسمى. نعم. قال أنه قضية ساحة التحرير مؤمنة ونحن لا يمكن المساس بها، هكذا يقولون. لكن هو مجموعة من الكذابين، مجموعة من يعني من الميليشيات من العصابات تغدر ما يعني عندما تستطيع، عندما تجد فرصة تغدر. نعم. وهذه هذا اسلوبهم وهذا اسلوب حياتهم. بالفعل وصفته بالغدر كان صباحا على حين غفله بالناشطين. هو هذا اسلوبهم وهذه طبيعتهم التعامل مع الناس. طوال هذا هم جربوا خلال هذه الفتره كلها اقتحام قتل، يعني الان الشهداء هم يتحدثون، يعني الارقام الرسميه تتحدث عن 360 جريح شهيد وعن اكثر من 15,000 جريح. هذا عدد مهول، هذا لا يمكن ان يحصل في العالم. جيب لي وين ما صارت يعني تظاهرات وين ما صارت انقلابات جماهيريه. نعم. وهذا العدد الكبير من الجرحى والشهداء اللي يسقطون والعالم ما زال ساكت والعالم ما زال يتكلم عن يعني زياده قلق فلان وخشيه فلان وخشيه فلان مؤسسه، والجامعه العربيه تعلن عن قلقها والامم المتحده تعرب عن شكوكها. هذا الكلام الغريب عجيب والمعيب. نعم. في نفس الوقت هؤلاء يعني هذا العدد الكبير وما زالوا هم من البداية مستهدفين الناس بالقتل والاعتقالات، الاعتقالات طبعا بالآلاف. صحيح. ويختطفون ناشط منا وناشطة منا ويخرج من الساحة يختطفوه بداخل الساحة. لديهم ناس مندسين بين المتظاهرين. شتى المحاولات يعني لا يمكن تمييزهم، كلهم ميليشيات. نعم. مندسين حتى يعرفون من الناشطين ومن غيرهم ويراقبوهم ويتابعوهم ويختطفوهم. يعني إذا مدير عام بالداخل يختطفوه بالشارع يعني فكيف أنت النظر إلى مواطن عادي متظاهر ضده؟ ناشطة طبيبة مسعفة يعني. نعم. المسعفين يقتلوهم. ناشطين العفو يختطفوهم يختالوهم في كل المحافظات. طبعا هذا لا يقتصر على بغداد. نعم. تحدث عن الناصرية اللي حصلت بها مجزرة بالنجف بكربلة. نعم. مجزرة كربلة اللي حصلت غيرها في البصرة. نعم. القتل مجاني، هؤلاء لا يعرفون غير القتل والاعتقال والتغييب. نعم. فبالتالي هذه عملية الهجوم على ساحة التحرير ستتكرر. وهم كلما حانت الفرصة أمامهم لمجموعة من الكذابين
هم همهم الأكبر أن ينهون هذه التظاهرات، أن ينهون هذه الثورة ضدهم. نعم. لأنهم يشعرون بخطر كبير جدا. يشعرون أن كل كراسيهم تهتز والأرض اللي تحتهم تهتز. فبالتالي هناك خطر أمامهم الآن، وإيران تحفزهم وتدفع بهم بهذا الاتجاه أيضا. نعم. وتسندهم وتحثهم على إنهاء هذه التظاهرات. وخامنئي طلع تكلم عليها بشكل واضح. نعم. قال إنه المخلصين في العراق وفي لبنان عليهم أن ينهوا هذا الشغب بسرعة. ينهوا يعني بالقمع. تتصرفون أكيد. بالقمع والقتل والذبح. وهذا تعريض على القتل يعني. نعم. لو كانت هناك عدالة دولية ولو كان هناك قانون دولي فعلا، يعني هذا الرجل يحال إلى المحاكم الدولية لأنه يحرض على القتل، يحرض على قتل العراقيين. نعم. قتل شعب آخر هو ما له علاقة به. فهذه القضية يعني مفهومة. نعم. الآن وكل القوى الآن، هذه الحكومة قوى العملية السياسية متآمرة ومتفقة على إنهاء هذه الثورة بأي شكل من الأشكال. لكن صمود هؤلاء الثوار، تضحياتهم وأهدافهم اللي وضعوها، قدرتهم والله ملهمهم القوة ومعطيهم القوة، هذا كله والشعب كله ثقته بهم، هذا كله يدفعهم إلى الأمام. وإن شاء الله يساندهم كل الشعب وتجي هالموجات الكبيرة. نعم. وتنتهي كل هذه الصورة السوداء والصفحات السوداء في تاريخ العراق مع الأسف. بإذن الله. إذن نرحب مجددا بالفنان علي ريسان الكاتب والمخرج العراقي من مدينة مالمو السويدية. مرحبا بك أستاذ علي، مرحبا مرة أخرى. إذن 4 شهداء ونحو 60 جريحا بنيران القوات الحكومية في بغداد في محاولة هذه القوات اقتحام ساحة التحرير وإنهاء هذا الاعتصام والتظاهر. كيف تفسر هذا توقيت هذا الهجوم؟ نعم، تحية لك وضيفك. حياك الله. تحية الاتصال غير واضح. سنحاول الاتصال بك مرة أخرى أستاذ علي، سنحاول الاتصال بك مرة أخرى. إذن دكتور رفع، محاولة إنهاء الاعتصام في ساحة التحرير كما تحدثنا بهذا القمع والتي أخفقت هذه المحاولة، يعني هل كسر ذلك إرادة الحل العسكري للسلطة برأيك؟ لا أبدا، هذا هم لا يمتلكون غير الحل العسكري. هم من البداية يعني ليس لديهم، لأنه الذين تظاهروا الشعب طوال 17 سنة ما يقرب من 17 سنة جرب كل ألاعيبهم، جرب كل يعني ما ادعوا به، كل خطاباتهم، كل مناهجهم، كل حكوماتهم، وكانوا يجرون العراق من فشل إلى فشل، من مصيبة إلى مصيبة، من أزمة إلى أزمة. فبالتالي ماكو ثقة بين الشعب وبين هذه القوى التي تحكم العراق بالعملية السياسية، ثقة معدومة نهائيا، لا يثقون بهم. يعني الآن أنت لو تنظر تجد أنه الآن يتحدثون عن وظائف. يعني محافظ بغداد يؤمر تربية الكرخ بتعيين 244 ما أعرف إيش قد، يقول من اصحاب الشهادات العليا، اصحاب الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه. نعم. تنظر الى العناوين اللي يدعينوهم بها، رزام ما اعرف منو. نعم. حارس ما. حتى اهانات بها. صحيح. عدا انه 5000 نعينهم في وزاره الدفاع، 10000 وين كنتوا عنها؟ الان الشعب هم يعتقدون انه الشعب الان عندما نصدر له هذه القوائم مال التعيينات سيعود الى بيته. مو هذه القضيه. القضيه هذا الشعب خرج يقول لك اريد وطن، مثل قضيه الدستور، نعدل لك الدستور. هذا الشعب يقول لك نشيل هذا الدستور ونرميه بسله المهملات، هذا هو مصيبتنا. ما نريدك تعدل وانت فاسد. لا يمكن، احنا خارجين ضدك، احنا نقول لك انت فاسد، انت عميل، انت دمرتنا، انت سرقتنا، انت سارق، انت كل هذه الاوصاف. فكيف نثق انه انت الفاسد المدمر اللي اذيتنا طوال السنه ان تعدل لنا الدستور؟ لا يمكن ان نثق. ما نريد منك تعديل الدستور، انت تضحك على نفسك. فهذه هي القضيه. حتى عندما يقولون انه احنا لن نجرب الحل العسكري في ساحه التحرير وساحات وهذه مضمونه والدستور يضمنها، الشعب ما يثق بهم. يعني هل تعتقد أن الثوار في ساحة التحرير قد تفاجأوا بالهجوم عليهم يوم أمس؟ لم يتفاجأوا. متوقع أكيد. متوقع.
ويتوقعون الهجومات ستستمر عليهم، لذلك هم قعدوا في ما يسمونه جبل أحد يراقبون ساتر أمني وسواتر يعرفون نعم. يعرفون هؤلاء لا كذاب، مجموعة من الكذابين ولا يمكن أن تثق بهم، لذلك الثقة معدومة، ويوم بعد يوم الثقة تسقط أكثر، وبالتالي سيصلون إلى اللحظة الحرجة. اللحظة الحرجة هذه لحظة فارقة في التاريخ، هم لا يعتقدون أنها قادمة. هؤلاء الذين في العملية السياسية يعتقدون أن القوات الميليشياوية والقوات الأمنية وهذه اللابسين مرقط وإيران ومعرف منه قادرة أن تحميهم. دول كثيرة كانت لديها قوات أكبر من هذه القوات وقدرات أكبر وأجهزة أكثر، وانهارت بسرعة أمام ثورات الشعوب. هناك لحظة فارقة تأتي وإذا بانقلاب غريب عجيب لا يبقي على أحد، وهذه قادمة لا محال، هم يرونها بعيدة وكل المتظاهرين يرونها قريبة، لذلك هناك تفاؤل عند هؤلاء الذين في ساحات التحرير في كل المدن العراقية أنه الغد قريب، سينتصرون وانتصارهم قريب ويرونه رؤية العين. مقابل هذا التفاؤل دكتور رافع، أو قبل أن أسألك هذا السؤال، عاد معنا الآن أستاذ علي ريسان الفنان الكاتب المخرج العراقي من مدينة مالمو السويدية عبر سكايب. نرحب بك مجددا أستاذ علي، أهلا بك أستاذ علي ريسان، هل تسمعنا الآن؟ نعم أسمعك عزيز. حياك الله. إذن كيف تفسر هذا الهجوم وتوقيته على ساحة التحرير، محاولة إنهاء هذا الاعتصام والتظاهر في قلب الساحات في ساحة التحرير، كيف تصف هذا الاقتحام والمحاولة الفاشلة؟ نعم، أولا بالبداية تحية لك ولضيفك الكريم الدكتور الفلاحي ولكادر الرافدين الذين أثبتوا بالانتماء ومتابعة الأحداث لحظة بلحظة، وهذا حقيقة هو شرف المهنة الحقيقي للإعلام الحقيقي اللي يتابع آلام الوطن ومعطياته، وإحنا قادمين على تغيير حاسم بإذن الله. الحقيقة إحنا ما متفاجئين من بطش السلطة الآن، لأنه السلطة القمعية هي هاي أساليبها، وإحنا الحقيقة يعني وهذا مسلم صار، شعب طلع يبحث عن استعادة الوطن ومسك مثابة الوطن، وبالمقابل هم مجموعة لصوص أتى بهم الاحتلال، وهذا مسلم به أيضا وهم يعرفونه. فاللص والقاتل والسارق والمرتشي لا يمكن أن يبني دولة ولا يمكن أن تتحاور معه، لأنه هو يعرف مصير القصاص، قصاص العادل في الحياة الدنيا والقصاص في الآخرة إن شاء الله، لأنه هم قتلة وبشر القاتل بالقتل وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، يعني قصاص جايهم. لذلك إحنا يعني ما نستغرب من بطش السلطة، لأنه هم عبارة عن دراغولات، يعني القيادات تحولت، والقيادات العراقية الحقيقة يعني معروفة للقاصي والداني، القيادات العراقية اللي تتحكم بالقرار السياسي بأوامر تنفيذ القتل على هذا الشباب الجميل وعلى هاي الجموع الطالعة، ما يقودوها عراقيين، يعني العراقي مستلب الإدراك نعرف احنا. الضباط الأشراف في القوات المسلحة وفي الداخلية لا يمتلكون القرار إلا بعض من باع شرف الانتماء والمواطنة من أجل دراهم معدودات، لأنه الدنيا فانية وكل الأشياء فانية، يبقى بس فقط الانتماء. وأنا متعجب لبعض الضباط العراقيين، وهي رسالة أريد أوجهها حقيقة، لأنه بعض الأوامر تمر من تحت أقدام كل الضباط العراقيين اللي خريجين كلية الشرطة وكلية العسكرية، أقسموا القسم على حماية الوطن. الشعب الآن طالع من أجل حماية الوطن، من أجل استعادة العراق، ولكن نعرف احنا، وهذا يعني مصور ومسجل وموثق للعالم مو فقط العراقي، انه كل اجتماعات القياده موجود جنرال ايراني تافه، لانه القرار العراقي الان مستلب، وان شاء الله باعاده العراق وصولنا الى مثابه النصر ومحاكمه هؤلاء القتله، راح كل ذولا ينكنسون مع كل القتله واللي اجوي مع الاحتلال. الحقيقه يعني اكو شيء
يعني يفرح الناس الوطنيين واللي يمتلكون انتماء حقيقي لهذا الوطن. نعم. انه كل ما طلع قرار من ضخامة عادل عبد المهدي، حقيقة العراقيين الآن بدأوا يسخرون يعني من شر البلية وما يضحك يعني. الآن يسخرون يعني، طلعوا أسماء وكنا للناس لأنهم مو سياسيين. وأنا الحقيقة أعتقد بالمسلم السياسي الحقيقي إذا يسمع هاي الكنة اللي بدأوا يتندرون بها العراقيين عليهم، فمن الخجل المفروض يغادر هذا الكرسي. ولكن لعاب الدرهم والكرسي ويعرفون هم أجرموا، فاللص مكان المحاكم والعدالة الدنيوية قبل العدالة السماوية إن شاء الله. اللي كل ما يطلع قرار من عادل عبد المهدي، كل ما تزيد الجموع، كل ما تزيد الإرادة، كل ما نسمع أناشيد جديدة. كيف تفسر هذا الإصرار يعني الذي إصرار في المواصلة يعني أستاذ علي على ما بدأ بيل إذا كنت تسمعني؟ إنه مو فقط حتى الكوادر الطبية الآن، الأطباء اللي ينتموا للعراق واللي الأطباء الحقيقيين دول أصحاب الرسالة الإنسانية والمضمدين والمعاونين، وهذا اللي شوف هذا المشغل الحلو اللي صار اللي يفرح العراقيين بالتحرير وبكل ساحات الاعتصامات. نعم. بالعراق انه اكثرهم فصلوهم من الدوائر، يعني تعرفون اكو قرارات وفصلوا اساتذه وفصلوا مدراء مدارس لانه وهناك يعني تهديد اذا كنت تسمعني استاذ علي يسقط. هناك نعم. تهديد ايضا لبعض الموظفين وتوقيع تعهدات بعدم الخروج في التظاهرات. طبعا لانه هم يحاولون انه من خلال القوت ويعرفون، واحنا الحقيقه دائما ما نحسس انه المواطن وصل الى مسلمه ليقطع راتبه شهر شهرين ثلاثه، ولكن يريد يمسك مستقبله. يقطع راتبه لشهرين ثلاثه اربعه لمده سنه احنا مطاولين وياهم، بس بالمحصله راح يحصل مكتسبات لاولاده لاحفاده، لانه العراق الان في ضياع. العراقي الان ما ماسك يومه، ما ماسك آدميته الحقيقية، ضيعوها بالدجل وبالخرافة وبالمظلومية الكاذبة وبالسقيفة، ويعني مسميات العراقيين الأجمل ما بيها انتظوا عليها هم يعني ذول الناس اللي كانوا مغيبين بالخرافة بالدجل وبالتقية وا 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 أسقطوها العراقيين. الآن المقدس بعد الله بالمظاهرات هو العراق، لذلك هم مرتعبين. طيب أصلاً سقطت دكتور سلام. سقطت لأنه العراق امتلك أدواته. صحيح. امتلك مثابة روحه. العراق كان فاقد إلى آدميته، الآدمية الإنسانية الحقيقية اللي مفروض تكون. وطن يمتلك كل مقومات أن يكون وطن حقيقي، وطن بحضارة وتاريخ وأنبياء وأولياء وصحابة وكتاب وشعراء وموسيقيين. هذول اللي جوي دولة كلهم جوي من سقط المتاع. احنا كلنا نعرف تاريخهم، انا عايش في اوروبا ويسمعون العراقيين في الداخل والخارج. احنا نعرف من الاحتلال الامريكي من جاب معاه اتفه الناس خلقا واخلاقا. لا تاريخ لا ثقافه لا شهادات، لذلك اوصلوا هذا البلد الى هذا مع الاسف الى هذا الالم والضياع والتشرد. العراقي الان بدا يعني العراقي الان تجاوز الطائفيه، تجاوز التهميش. طيب. نعم ساعود اليك دكتور علي. معنا الان من بغداد قبل ان نعود الى دكتور رافع ناهد احمد الناشطه المدنيه من بغداد، تنضم معنا الان من ساحه التحرير. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. كيف كان الهجوم فجر هذا اليوم على ساحة التحرير وكيف تصديتم له؟ كيف تصدى المتظاهرون والناشطون لهذا الهجوم؟ طبعا هو هذا مو أخير ولا أول هجوم، هو مسلسل الهجوم مستمر. والمتظاهرين حضرتك شاهدتهم بالتلفزيون عبر القنوات، أصلا واجهوا بسالة منقطعة النظر، والله العظيم اسود مو طبيعيين. اصلا يلعبون حتى دخانيات يشيلها ويضربها على يرجعها على الجيش او يضربها باي مكان يشمرها يرميها قصدي في مكان امن ما تاثر على الاخرين. و يعني
قوات حكوميه تتعامل ويانا بروح انتقاميه، والشعب بعد ما تجاوز الطائفيه وحجز ضرب حاجز الخوف بعد اصبح يقاومهم مقاومه، يعني اقول لك مو بس بساله، بساله جنونيه. يعني اني وينهم متظاهره وانا كبيره بالسن، يعني ما شاء الله عليهم. بعد ما ينخاف على العراق، كنا نخاف على العراق، هسه بعد ما خاف. ست ناهد وانت موجوده، يعني الانباء تحدثت عن سقوط 4 شهداء ونحو 60 اخرين من الجرحى بنيران القوات الحكوميه في اثناء محاوله اقتحام ساحه التحرير وانهاء هذا التظاهر الاعتصام. هل لديك ارقام يعني عن اعداد القتلى ولو تقريبيه الجرحى في فجر هذا اليوم؟ اي تقريبيه، هي مو اكيده، هي الارقام متضاربه. انا اليوم بالذات ما موجوده بساحه التحرير، انا هسه دا اراقب، لان تعرف الاتصال بكم لازم اكون موجوده بالبيت حتى افتح الانترنت. نعم نعم. فاني الارقام الاخبار متضاربه، بس على الاكثر هو اذا اليوم 4 قتلى مو اليوم باكر، يعني قسم ينفون وقسم ياكدون، بس هو مو هذا المهم. المهم مسلسل القتل وضرب وضرب العراقيين هو مستمر، والعراقيين يعني هذا تصدوا للسيارات الحكومية مثل ما أشوفهم، يعني قوات يعني جبانة أنا أعتبرها، يعني هذا دخولهم دخول جبان. أنتوا وينكم؟ بنزلوا من السيارات، نزلوا واجهوهم، نزلوا واجهوا ذول الشبان وشوفوا شو يجرى لكم، والله ياكلكم أكل. يعني العراقيين هسه بعد مو مثل قبل، بعد ما طلعوا من ثوب الطائفية، بعد هسه انطلقوا انطلاقة وطنية جبارة، وهذه التاريخ راح يشهد لها. ست ناهد، الناشطون قالوا ان اغلب الوفيات من الشهداء يعني بنتيجة اصابات في البطن او الرأس، يعني اصابات مباشرة متعمدة. هل كانت القوات الحكومية بحسب متابعتك يعني تتعمد قتل المتظاهرين أم تطلق عشوائيا للتفريق يعني؟ لا 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 أبدا مو عشوائي، مستحيل أصلا يختارون الرأس والبطن حتى، يعني هذه إصابة قاتلة 100%، يعني بالنسبة لهم بحساباتهم هي بالفعل دا تقتل، يعني هاي معناته وجابهون المتظاهرين بروح انتقامية وليس حسب العرف الدولي. مثلا الدخانيات لازم تنضرب من على المسافة هي والمطاطيات والصوتيات، لكنهم بيستعملون أسلحة مستعملة بالحروب نفسها، حتى تعرف بساحة الحروب هذه وساحة القتال، وهذا محرم دوليا. وكل ما يزيدون القتلى كل ما يزداد حنق هذول الشباب على الحكومة وإصرارهم على إسقاطها، ما يرجعون لبيوتهم بدون إسقاطها. يعني هل هذا سيزيدكم إصرارا على المواصلة؟ يعني حدثينا عن الأعداد الآن بعد هذا الاقتحام الفاشل فجر اليوم، هل الأعداد تزداد في ساحة التحرير وغيرها من المناطق الأخرى في بغداد؟ والله هي القتلى على مستوى العراق كله تقريبا، يعني للأسف طبعا بحدود 300-400، تعرف الأرقام متضاربة. لا أنا لكن هي ما تقل عن 400 شهيد لحد الآن. نعم أنا أقصد بعد كل هذا القمع، هل تزداد يزداد أعداد المتظاهرين؟ هل تزداد ويصرون على المواصلة؟ نعم بتزداد. نعم بتزداد وده تتواصل الفرق الطبية، يتواجدون حتى هناك استهداف للفرق الطبية في داخل الساحة. اي بالفرق الطبيه استهداف، هاي صبا المهداوي وغيرهم يعني كلهم، حتى قسم من عندهم قاموا يسوون يعني شلون جدول، ناس تروح وناس تجي، ويعني شلون اقول لك استهداف والسلام، يعني هم دا يحاربون المخرجات الطبيه، وبالذات اعتدوا على هذا الدكتور، ودكتور كبير بالسن، يعني هذه جرأة، يعني ما بعدها جرأة، وهي هذه رسالة تهديد، يعني أنه هو مو مجرد قتلة وإنما رسالة لهم أنه أنتم ما تساعدون الجرحى، لأن إحنا نريد نقتلهم للناس فأنتم ما تساعدوهم. نعم. وهذه هاي الرسالة اللي يردوها. يمكن أن نطلق وصف عراق مصغر على
ساحة التحرير، يعني صفي لنا المشهد ست ناهد هناك. والله الأعداد هائلة، وخرجوا من ثوب الطائفية ويبعثون رسالة للحكومة أنه مهما تسوون كل ما تقتلونه إحنا راح نزيد عزم وإصرار على مواصلة النضال ضدكم، وما راح نتراجع، وإحنا خرجنا من ثوب الطائفية وإحنا ما راح نرجع العراق ما قبل 2003 ولا عراق ما بعد 2003. إحنا نأمل بمستقبل باهر مثل بقية الدول، شلون عايشة الدول الأوروبية. إحنا نريد هيك حريات واحترام الحقوق الإنسان. يكفي بعد سرقات، يكفي تنهبونه بعز الظهر بعز النهار، تنهبونه وما تهتمون حتى صرخاتنا. نعم. قد ما نشكي قد ما نصرخ قد ما نشتكي أنتم ما تهتمونه. لا، هالمرة غير كل مرة، لازم تعرفون. وطبعا هم كل متظاهرين التحرير قالوا احنا ما نتراجع، لان اذا تراجعنا بعد 100 سنة ما تقوم لنا قائمة، احنا ما نرجع لبيوتنا الا باسقاط هاي الحكومة لو تبقى على جثثنا. فهذه رسالتهم الحقيقة الصريحة. رسالة واضحة، الله يحفظكم. الناشطة المدنية من بغداد ناهد احمد، شكرا جزيلا لك. وقبل ان اعود الى الدكتور رافع، مشاهدينا الكرام، لنستمع الآن إلى هذا المقتطف لمناشدة والدة الإعلامي والمتظاهر علي الحمداني بإطلاق سراح نجلها الذي خطفته القوات الحكومية بسبب مشاركته في التظاهرات، لنتابع ثم نعود. والدة الإعلامي علي الحمداني الاسم الحقيقي عدي عبد الجبار، أناشد الحكومة والطيبين، يد جهة مجهولة أخذت ابني وقاعد بالدجيل، ويد شرطة من مركز الدجيل حي العسكري وخذوا ابني وقالوا احنا جهة من الاستخبارات. اناشد الطيبين والخيرين يطلعون ابني ما عنده شيء، وابني مريض وعنده سكر، الله اكبر، وعنده اربعة ولا وديهم يا ربي، وين ولا وديهم، وديت ابني والمر وحصل ما يطوني نجده، وين اناشد الخيرين اناشد السادي. نعم مشاهدينا الكرام، هذا نموذج. دكتور رافع، كيف تعلق على هذا المشهد؟ حقيقة جزء من مآسي العراق، جزء من هذه الكارثة اللي جاءوا بها هؤلاء. هذا العراق مو هذا العراق، يعني ما بي امرأة تصرخ بهذا الشكل. أهل العراق أهل نخوة، أهل خير، أهل إنسانية، قلوبهم رحيمة. ما وصل بهم الحال أن يخطف لأنه إعلامي. لماذا إعلامي؟ لأنه نقل حقيقة، نقل رواية، كتب عن شيء، انتقد شيء. تأخذون الحرية والديمقراطية اللي تحكون بيها، وين الحياة الجديدة، وين العراق المزدهر اللي تكلمون عليه 17 سنة، من أزمة إلى أزمة، من مصيبة إلى مصيبة. والناس ودائما ما نقولها، في العراق أكو نهرين، دجلة والفرات، هناك نهر ثالث، نهر الدم. نهر دم العراقيين يجري من عام 2003 لحد الآن، ويزداد سرعة وجريان ومنسوب. لماذا؟ شنو ذنب العراقيين يدفعون كل هذه المآسي، كل هذا الضيف؟ كم امرأة مثل هذه الامرأة الكريمة هذه، كم بيت الآن يعاني من هذه المعاناة، مئات الآلاف من هذه البيوت أولادهم مغيبين، رعاة هاي البيوت كلها مغيبة، أطفال يسألون عن آبائهم، أمهات وآباء يسألون عن أبنائهم. لماذا هذا الوطن؟ لماذا؟ لأنه ثلة من الحرامية ومن اللصوص جاءت بهم أمريكا لتدمر العراق. هذه كارثة كبيرة. الحقيقة هذا المسلسل يجب أن ينهى، يجب أن ينتهي هذا المسلسل. مسلسل مصادرة حياة العراقيين، مصادرة إرادتهم، مصادرة إرادتهم على الحياة. نعم. مصادرة بهذه الطريقة كافي. الآن من يطلعون من الطائفية، لأنه شافوا 17 سنة من الطائفية والتجيش الطائفي، وين وصلوا؟ وين وصل العراق؟ إلى أي مستوى؟ ميليشيات وقتل واعتقالات وتغييب وسرقات ونهب وفساد، وقاعدين بالمنطقة الخضراء ويتآمرون، والآن افتهمناكم، الآن راح نسوي لكم قانون، الآن راح نعينكم. تضحكون على الناس، لا يريدون من عندكم لا تعيين ولا قانون ولا دستور ولا، أنتم مجموعة من اللصوص، أنتم تآمرتوا وضعتوا إيديكم بيد الشيطان لكي تخربوا هذا البلد، وكافي.
اطلعوا اتركوا العراق يطلع من أسره وتركوا لأهله، هذول أهله، هذول الناس اللي طالعين بالساحات بالشباب الحلوة، هذول هم أهل العراق، يريدون يستردون وطنهم هذا اللي أخذتوه من عندهم عنوة وبالكذب والادعاء. أمريكا عندما جاءت كان شعارها الصدمة والترويع، استعراضات للقوة والخوف والرعب، وهؤلاء الذين جاءوا بالحكم اللي جاءت بهم للحكم أخذوا نفس هذا المنهج، صدمة وترويع، طائفية على إرهاب على قتل على ذبح، ويعتقدون أن العراق سيبقى في هذه الدوامة شعب مصدوم ومروع وخايف، ويعني مثل ما يقال بالعامية يمشي يم الحائط. هذه انتهت، ذول الشباب من طلعة وقالوا لهم لا انتهى هذا لنا، وقفوا وقف هذا، انتهى هذا الحد، احنا طالعين لا نخاف من الموت ولا نخاف من شعاراتكم ولا نخاف من طائفيتكم ولا نخاف من كل شيء، احنا نريد وطننا كافي. لهنا وصلت هذه القضية. ولكن الغريب دكتور رافع التصريحات المسؤولين وحتى العسكريين، يعني مثلا تصريح ما يسمى قائد عمليات بغداد فريق الركن قيس محمداوي نفى قتل متظاهرين في ساحة الخلاني صباح اليوم على الرغم من تقارير لوكالات صحفية ودولية، حتى هذه المرأة الأم قبل قليل يعني هي ترد على هذا المحمداوي. ما يحتاج الرد لأنه هو من هذه المنظومة، المنظومة الكاذبة، أنت في منظومة خريبة، منظومة كلها فساد. يعني لا تحدث لي واحد تحدث لي بشرف وإباء وأنه هو نزيه في منظومة كلها فاسدة، لا لا يمكن. لذلك احنا كنا نقول وما زلنا نقول انه كل واحد يدخل بالعمليه السياسيه وملوث، هو يعرف انه هذا مستنقع، فالدخول به البعض يبررها دخلت حتى حسن الصوره حتى كذب، هذه حتى نوجهها توجيه صحيح نصحح الاخطاء، هذه كذبه كبيره. من دخل في العمليه السياسيه سنه شيعه اكرادا عربا كلهم نفس الشيء، كلهم مشتركين في دمار العراق في تدمير العراق، هذا مستنقع عاسد، مستنقع للفساد والخراب وتدمير العراق وأذية العراق، ومن يدعم هذا المستنقع يريد بالعراق شرا مهما كان، من يدعم هذه العملية السياسية التي جاء بها المحتل مهما كان، مهما كان صفته، يلبس عمامة سوداء يلبس عمامة بيضة، أفندي مو أفندي، ما أعرف وين منصبه، سفير وزير رئيس، شما يكون سياسي مو سياسي، عسكري مو عسكري، هو هذا لا يريد للعراق خيرا. الحقيقة لأن هذه العملية السياسية فيها مقتل العراق، فيها أذية العراق، فيها دمار العراق، وهالشباب عرفوا السر، عرفوا هذا المفتاح، مفتاح أن يعود العراق إلى حياته، أن يخرج من الأسر، أن تكسر هذا القيد، قيد العملية السياسية وتزيلها، لأن هي سجن العراق. عندما تزيلها سيعود العراق إلى وضع الطبيعي، لأنه فيها الطائفية وفيها التصنيفات وفيها السرقة وفيها الفساد وفيها كل شيء، كل الموبقات فيها، وهذا الخراب المصيبة. لذلك عندما الآن يتحدثون عن تعيينات وعن قرارات وإصلاحات وتعديل دستور وتعديل قانون انتخابات، أي قانون انتخاب ما نريد منكم كل شيء، هذا الشعب يقولهم ما نريد. لذلك هذا الشعار اللي رفع يعني لو احنا لو انتم، نعم هذا الشعار اللي رفع بساحة التحرير، شعار كلش واضح، الشعب يقولهم لو احنا لو انتم، خلص القضية انتهت، لا نحتاج الى لا تفاهم وياكم، لا نستطيع نتفاهم وياكم، انتهت لغة الحوار معكم، ولا نريد منكم شيئا، نريد شيء واحد ان تخرجوا، وان لم تخرجوا بهذا النداء ستخرجوا بنداء من شكل اخر، سيأتيكم نداء من شكل آخر بالأرجل وباليدين سيخرجونكم، هذا الشعب لازم يخرجكم، يريد يسترد حياته، يريد يسترد وطنه. وهاي الرسالة واضحة لكن لا يفهمونها، سيفهمونها لكن متأخر، سيندمون ندم شديد، هؤلاء سيقادون لكن هم يعرفون إن تراجعوا عن هذا الموضوع سيحالون إلى المحاكم، لأنهم هم مسؤولين عن دماء انتهكوا يعني قتلوا وشاركوا في قتل العراقيين، شاركوا في سرقة العراقيين، في تهديد، في سرقة سنوات عمر العراقيين، هذه الملايين النايمة جوا القاع بالقبور هذه هم مسؤولين عنها، كل هذا مسؤول، هذا خراب العراق وتأخر العراق لسنوات طويلة لعقود وقرون، هذا كله مسؤوليتهم الآن. فلذلك هم يعني يدافعون لآخر نفس عن وجودهم وعن كراسيهم، لأنه يعرفون أنهم أينما هربوا في العالم سيأتون بهم إلى المحاكم وسيقادون إلى هذه المحاكم لكي ينالوا نصيبهم من العقاب، هؤلاء ارتكبوا جريمة بحق جرائم بحق العراقيين والعراق والإنسانية. دكتور سيد علي ريسان كاتب والمخرج العراقي من مدينة مالمو السويدية،
يعني المتظاهرون وثقوا إحراق قوات مكافحة الشغب إحدى البنايات بساحة الخلاني ببغداد. إذا كان إحراق المباني هو محاولة لشيطنة المتظاهرين وهي الطريقة التي بدأها عبد المهدي في أول خطاب له بعد اندلاع الثورة، برأيك هل تنطلي هذه الأفعال على العراقيين والمجتمع الدولي؟ عفوا بالبداية تسجل ملاحظة فنية، يعني حاول أن توزع الوقت بشكل منصف، لأن أنا يعني أعطيكم أرجوك، لأنه أنا هواي أيضا عندي رسائل من الداخل. أول مرة مشهد الأم، دعول على مشهد الأم، الأم العراقية الحقيقة عانت الكثير. تسمعني مو؟ معك واضح تفضل. أي نعم، الأم العراقية عانت من عقود، وهي الحقيقة الوحيدة اللي لبست هذا السواد وصار جزء من ثقافتها ومن مشيتها ومن طلتها. الأم العراقية الآن بسبب هاي الأنظمة الفاسدة اللي حكمت العراق، دول الثلة من شذاذ الآفاق ومن من من من, من, من القتلة والخونة. الأم العراقية الآن من تسألها تقول لها يما وين رايدة تروحين؟ يعني حتى ترتاحين، تقول لك يما أريد أروح لو أزور ولي، لو أزور إمام، لو أزور ولي، لو في نفس الوقت أروح أزور المقابر. يعني الأم العراقية مع الأسف هاي الأم الحنونة اللي شايلة طيبة وحنان، وهي سومرية وآشورية وهي كردية وأزيدية وتركمانية، وهي كل هذا التلوين الوجع اللي ما شافت به راحة طول حياتها. لذلك هاي الأم العراقية، من أجل هاي الأم العراقية وحدها لازم تكون قيامة للعراق. من أجل الأطفال الحقيقة، الأطفال اللي نشاهدهم وإحنا نزور الوطن، اللي للمتسولين العافوا والمدارس وهم بعمر الورد، لازم تقوم قيامة للوطن. من أجل شبابنا اللي غرق بين بحر إيجا وبين يونان، يعني بين تركيا وبين بحر إيجا خلال هاي السنوات الماضية، طلع شباب بعمر الورد خريجين وطلعوا حتى يبحثون عن مستقبل، أو يعني بالمعنى الشعري كسرة مستقبل، يعني مو مستقبل. لأنه أنت توصل لأوروبا ما تحاول، لأوروبا تعطيك الأمان، تعطيك الإقامة، تعطيك، بس ما تعطيك وطن. دول أيضا من أجل دول الشباب طلعوا، لأنه أحفادهم طلعوا من أجل الأسرى العراقيين اللي تعذبوا بإيران، وأحفادهم الآن دا تأخذ الثار. ترى هو هذا الألم متراكم، كل الأشياء بدأت تتراكم. والعراقي بالمناسبة هم ما يفهمونه، هم أغبياء، لأن هم مو رجال سياسة. العراقي يمتلك من الغيرة ما لن يمتلك، هو مو تفاضل بس معروف العراقي. نعم. عندما تشيمة تقول له شيمة وخذ عبايته، هذا عندنا بالموروث العراقي. نعم. العراقي الآن يعني ما ممكن أنه يعني يشوف صاحبة أو صديقة أو ابن محلته أو أستاذة أو واحد يعني يشوفه يسقط شهيده يرجع للبيت، انتهى هذا الموقف. لذلك هم يمعنون بالقتل واحنا نمعن بالسلمية. بالتأكيد أستاذ علي، يعني هذه المجزرة التي وقعت فجر اليوم هي تسبق دعوة من اللجنة المنظمة للتظاهرات لمليونية غدا الجمعة. هل تعتقد أستاذ علي ريسان أن هذه المليونية ستكون مليونية للصمود كما أطلق عليها المتظاهرون هذا الوصف؟ حبيبي احنا بدينا نشوف العراقيين، يعني حتى هذا الشباب، هذا الوعي الجمعي اللي صار عند العراقيين، بدوا حتى بروتوكول للتظاهر، بدوا سلميين، قالوا احنا متظاهرين، بعدين قالوا منتفضين، بعدين قالوا احنا معتصمين، الان ثوار. الثوار ما ممكن ان يرتد، يعني ما يرجع الى نقطة الصفر. لذلك العراقيين الان من 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 يعني هو الان يحمل روح ثوريه، تجاوز يعني هو سلمي بس لكن روحه ثوريه. نعم. هذه الاعداد راح تزايد، هم يعرفون، لانه مثل ما تحدث الدكتور الفلاحي. نعم. يعرفون انه العراقي الان ما من يلتفت الى الخلف ايش راح يشاهد. يعني انا اوصف لك اياها هيك، من يلتفت العراقي الى الخلف راح يشاهد مقابر جماعيه، وراح يشاهد نزوح، وراح يشاهد ثكالة، وراح يشاهد البطالة، وراح يشاهد الحيتان. هاي كلها رفضها، هاي كلها حاطها للقصاص، قصاص العدالة، لأن إحنا كل شيء عندنا الحقيقة. ألو. يعني ما تفسيرك أيضا أستاذ علي
إصرار القوات الحكومية للسيطرة على جسر السنك وبعض الجسور، هل الهدف الرئيس برأيك هو منع تحقيق الإضراب العام الذي يهدف إليه المتظاهرون بقطع الطرق وشل هذه الجسور لتحقيق هدف الثورة؟ والله الحقيقة هي، شوف أنا بالنسبة لي ودائما ما يعني أنا على اتصال دائم ويا أصدقائنا وأبناء وطن اللي هم الأبطال وهم القادة. إحنا ناس نحاول أن نحفز، إحنا أرقام صغيرة أمام هذا 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 الكبرياء العراقي العظيم اللي يبدأ من أيقونة ساحة التحرير ويمتد إلى جنوب القلب، إلى أرض سومار، كل مدن الجنوب الحقيقة، وكل كل كل إنسان عراقي الآن ضميرا هو مع الثورة حقيقة. الإنسان العراقي الحقيقة مو ذولا الدخلاء. أنا أعتقد أنه قطع الجسور هم يحاولون، بالمناسبة هم لو بيدهم الآن يبيدون كل متظاهري العراق، ولو بيدهم يحرقون حتى المحافظات الجنوبية. أنه هم بالأساس مو وطنيين ولا عراقيين ولا يمتلكون هذه النخوة وهذه الشهامة عند العراقي. هم يعرفون انتصار الثورة يعني قصاصهم، لذلك اللصمة ممكن أن تحاوره. أنا دائما ما يعني أتحدث حتى بمدوناتي، يعني اللص يعني هو قاتل ولص ومرتشي وخائن، يعني ما تترجى من عنده. لذلك أنا أعتقد قطع الجسور مثل ما تفضلت هي عملية هم يحاولون أن يزحفون، بالمناسبة بس عندنا مد إنساني عظيم، وهم يعني هم يعيشون لحظات يعني هذا يعني النفس الأخير حقيقة، لأنه بدت أشياءهم تطلع. أنا أريد أنوه على إلى أشياء بدت ملفات فساد ما كنا نعرفها بدت تطلع عندهم. وأنا الحقيقة بارحة موضوع جدا مهم إذا تسمح لي أتطرق إليه، يعني موضوع صار خلال 3 أيام. موضوع مندوبة الأمم المتحدة اللي سوت هذا الفيلم الكرتوني بزيارة السيد السيستاني. أنا أعتقد أنه ما يدير العملية الآن في مع هذه المندوبة اللي هي أساسا كان عندها تعامل وعندها ملفات فساد مع الخائن والسافل والمرتشي والقذر نوري المالكي. يعني معروف هذا في الملفات السابقة في زيارتها السابقة اللي هذا بدأت تتكشف، بالمناسبة في هولندا الآن حملات ضدها، وهي حالها حال ذول اللي باعوا ضمائرهم. وقدموا تقارير غير حقيقية. لذلك هذا السيناريو اللي سووه واللي دعت إلى الحوزة، أريد أنبه على شغلة مهمة جدا. الحوزة الآن من قالت المتظاهرين نفذوا مطالب المتظاهرين والمتظاهرين دون رجعة يعني إلى بيوتهم، مو لسواد عيون المتظاهرين، افتهموها يا عراقيين، أنا أحكيها بوعي. مو لسواد عيون العراقيين، لأن الحوزة عرفت الآن أنه حتى مكانة الحوزة عند المتظاهرين طوال 16 سنة خذلتهم الحوزة، لأن الحوزة هي نفسها. أنا وحتى بالمناسبة الوقفين السني والشيعي، هذا الوقفين المرتشيين القذرين العراقيين ضمن المحاصصة، نعم أي اللي حاصصوها الآن العراقيين أيضا مطالبين بقصاصهم، لأنه الميزانيات اللي أخذوها خلال هاي السنوات ميزانيات كارثية، عندهم ملفات فساد و و و و ويعرفون العراقيين، يعرفون المسلمين قبل المدنيين بسرقاتهم وسفالتهم وخيانتهم للعراق. أيضا دكتور رافع، إذا تحدث أستاذ علي عن الموقف الأممي، ويبدو أن الموقف الدولي عموما حتى الآن هو يعني غير واضح، على استحياء، على خجل، يندد أحيانا. حتى الموقف الأمريكي، ما خيارات الموقف الأمريكي الآن؟ أحيانا في الفترة الأخيرة البيت الأبيض يبدو أنه يساند المتظاهرين ولكن على خجل. ما خيارات الإدارة الأمريكية برأيك أمام تطورات الأحداث في العراق دكتور؟ أولا أستاذ نصير، خيارات المتظاهرين هي الأساس، هي التي تفرض. ذول اللي خرجوا لا يعولون لا على أمريكا ولا على أي بلد ولا الأمم المتحدة ولا ممثلة الأمم المتحدة، يعولون على إرادتهم العراقية الخالصة وعلى قدرتهم على الصمود، وهي هذه التي ستأتي بالعامل الدولي منصاعا. هذه صمودهم ووقوفهم ومضيهم في ثورتهم خطوة بعد خطوة، وهذه قضية قطع الجسور وصولا إلى الإضراب العام، هذه جزء من مخططهم، سيصلون له
وسينهون هذه الحالة، وهم من سيستدعون العامل الدولي. العامل الدولي أمريكا لن تغير، لن تغير رؤيتها، ولن الاتحاد الأوروبي لن يغير سياسته، الأمم المتحدة لن تغير سياستها، لأن لديها مصالح مع هذه الحكومات ولديها رواة أمريكية، لكن لن تغير هذا إلا بإرادة شعبية تفهمهم بشكل واضح أن الغد قد انطوى. نعم. انتهت صفحة الغد، قد انطوت، والآن هناك عراق جديد يرسم بإرادة هؤلاء الشباب. لذلك سيستدعى العامل الدولي وسيكون مظلة لهم، مو من أجل عيونهم، من أجل حماية مصالحه، من أجل تعامله مع العراق، لأنه يعرف أنه الآن الرقم الصعب على الساحة العراقية هو رقم المتظاهرين، رقم المنتفضين، رقم الثوار، هذا الرقم الصعب، مو الرقم الصعب الحكومة، هذه رقمها يعني يتهاوى لحظة تلو لحظة الوصول إلى الحضيض، سيداس بالأقدام، فبالتالي ستسعك، وهذا قريب جدا، يعني بين لحظة وأخرى، بين يوم وآخر، ستجد إنه الآراء ستتغير باستمرار وتوسع وتعمق هذه الثورة ومضيها في طريق. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الكاتب الباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي. أشكر أيضا الكاتب المخرج العراقي سيد علي ريسان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.